أهلا بكم السابعة مساء من أخبار المملكة وفي عناويننا. المقاومة الشعبية بعدن تعلق الأمل بإعادة الأمل. 14,000 متسللا للمملكة في قبضة حرس الحدود. ورام عسير خطوة لمساعدة الأسر المنتجة في التسويق. أهلا بكم. شنت قوات التحالف أو قوات تحالف إعادة الأمل في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة غارات على عدد من المواقع في العاصمة صنعاء، كما كثفت غاراتها على مواقع الحوثيين في عدن ومأرب، وفي وقت تفرض فيه المقاومة الشعبية حصارا على مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدن، وعلى صعيد آخر اقتحامات ميليشيات الحوثيين لمستشفى الجمهورية بحي خور مكسر في عدن، إذ قاموا باختطاف عشرات الجرحى من أقسام المستشفى المختلفة. 66,000 متسابقا شارك في المسابقة التي نظمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لاختيار أسماء آلات حفر الأنفاق العملاقة ضمن مشروع قطار الرياض قبل 3 أسابيع، وعملت لجنة تحكيم الجائزة على اختيار 7 أسماء فائزة ضمن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقا. أثارت أسماء حفارات مترو الرياض الكثير من علامات الاستفهام حول دلالة هذه الأسماء ومعانيها لدى أبناء المملكة. من بين 420,000 اسما تم اقتراحها ضمن المسابقة، اختارت لجنة التحكيم 7 أسماء ل7 مراكز مختلفة جاءت على النحو التالي: الاسم الأول ظفرة، وتعني ظفرة بفتح الضاء وسكون الفاء وترقيق الراء، الشجاعة والحكيمة، ويا ظفر فلان أي ما أحكمه. الاسم الثاني منيفة، واسم منيفة مشتق من النوخ وهو الشموخ والارتفاع، وهي اسم من أسماء خيول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن يرحمه الله، وكانت من أصائل الخيل. الاسم الثالث جزلة، ويقال امرأة جزلة أي جيدة الرأي، وفلان كلامه جزل أي كان فصيح اللفظ قوي الحجة. الاسم الرابع سنعة، والسنعة بفتح السين وسكون النون تعني الجيد النافع، والسنعة من النساء التي تحسن التصرف في علاقتها مع الآخرين. الاسم الخامس ثاقبة، والثاقب بكسر القاف من ثقب، ويقال فلانة لها رأي ثاقب أي نافذ وعميق، وثاقبة النظر أي حادة البصر. الاسم السادس ضربة، ويقال الضربة أي المرأة الفصيحة التي تستطيع أن تعرب عما في نفسها وتجعل الآخرين يقتنعون بما تقوله لفصاحتها. الاسم السابع صاملة، ويقال الصاملة اليبس والشدة، وفلانة امرأة صاملة أي جيدة عازمة يمكن الاعتماد عليها. بهدف متابعة سير العمل في المشاريع وفق المخططات الزمنية المناسبة للتنفيذ، بدأت أمانة محافظة جدة تركيب اللوحات الرقمية لجميع المشاريع التابعة لها، وتحوي اللوحات جميع المعلومات التفصيلية عن المشروعات الجاري تنفيذها. في ذات الوقت عملت الهيئة العامة لمكافحة الفساد على تركيب لوحات موحدة لجميع المشاريع الحكومية على مستوى المملكة يوضع بها تفاصيل بداية المشروع حتى نهايته. بعد انطلاق عاصفة الحزم انخفضت أعداد المتسللين إلى المملكة، إذ ألقت قوات حرس الحدود قبل انطلاق العاصفة القبض على 14,000 متسلل، 57 مهربا، كما تم ضبط 11 سيارة مخالفة، لكن العدد انخفض كثيرا بعد انطلاق العاصفة، إذ تم القبض على 300 متسلل إضافة إلى رصد أحد المهربين برفقته 11 كيلو من الحشيش. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم حرس الحدود في نجران الرائد علي القحطاني. مساء الخير رائد علي.
مساء النور أخوي جمال، حياك الله. الله يحييك. نبغى نعرف بس آخر التطورات فيما يتعلق بالمتسللين في الحدود الجنوبية، هل من جديد؟ الجديد هنا أخوك انخفاض ملحوظ في نسبة الأعداد المتسللين والمهربين، خاصة من بعد بداية عاصفة الحزم إلى تاريخ اليوم. طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي أخوي في الإحصائية المذكورة من بداية السنة حتى 6/6 نفس السنة، أنه 14800 متسلل و57 مهرب و240 قطعة سلاح مع الذخيرة، بالإضافة إلى عدد 11 سيارة استخدمت في نقل المهربات المتسللين. أما بعد بداية العاصفة ومع الاشتباكات على الشريط الحدودي انخفض أعداد المهربين المتسللين بشكل ملحوظ. طبعا نمتلك إمكانيات من التقنيات من ناحية الرصد الحراري والنهاري، ساعدتنا كثيرا في القبض على المتسللين المذكورين. طبعا زاد العدد من 300 إلى 305 هذا اليوم. ولله الحمد رجالنا على مدار الساعة يراقبون الحدود، لديهم العزيمة والإصرار لحماية أمن الوطن، وبإذن الله لا ينقصنا إلا دعواتكم. طيب رائد علي، هل لنا نعرف منك وش الدوافع للمتسللين؟ نعرف أنه في جزء منهم يعني بهدف تخريبية، يعني خصوصا بعد عاصفة الحزم، لكن فيما قبل العاصفة وحتى الآن هل هناك من دوافع أخرى لهؤلاء المتسللين؟ بالنسبة للمتسللين احنا بالنسبة فيما يخص حرس الحدود سابقا والآن عملنا الأساسي مكافحة التهريب والتسلل. في السابق يتم التعامل بالإنذار سواء متسلل أو مهرب، في الوقت الحالي يتم التعامل بكل حزم وجدية. الوضع الآن لا يحتمل أن يكون متسلل أو مهرب، فربما يكون مخرب أو لديه عملية استطلاع أو من هذه الناحية، يكون التعامل بجدية تامة سواء شخص أو مركبة. يتم التعامل عن بعد، رماية تكون مباشرة أو غير مباشرة، فالجميع يعتبر الآن عدو. بالضبط. الرائد علي القحطاني المتحدث أو الناطق باسم حرس الحدود في نجران، شكرا جزيلا لك. بهدف دعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة والمستثمرات من المنازل، إضافة إلى أهمية تنمية الموارد الاقتصادية للمرأة، تستعد الغرفة التجارية الصناعية بأبها خلال الفترة القادمة إلى تنظيم الدورة الثانية من معرض رام عسير، مانحة الفرصة لأكثر من 350 سيدة لعرض وتسويق منتجاتهم. التواصل المباشر مع الجهات المانحة والممولة، وتقام الدورة الثانية برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير. منذ الأزل يزاول الإنسان أنواع مختلفة من الرياضة لإدراك بأهميتها في بناء الجسم وتهذيب النفس والارتقاء بمستوى التحصيل التعليمي. هذا ما تم مناقشته خلال الندوة التي أقامتها جامعة الملك سعود بالرياض. أحمد العبد الكريم معه التفاصيل. افتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ندوة التربية البدنية التحديات والتطوير التي تنظمها كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بالجامعة. تهدف الندوة هذه إلى استقطاب خبراء من أمريكا وبريطانيا والأردن ومصر لتقديم رؤية حول موضوعات الندوة في مجالات متعددة. وحرص المتحدثون في هذه الندوة إلى تأهيل طلاب كلية التربية البدنية بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية. وإحنا في القطاعات الرياضية أو القطاعات العسكرية والكليات العسكرية تقريبا ما يتجاوز 40% من المقبولين في الكلية، وخاصة كلية الفائدة الأمنية على الجانب التربية البدنية. تمت الندوة بحضور نخبة من المتخصصين في مجال علوم الرياضة والتربية البدنية. بالنسبة لي أنا أحد الطلبة اللي وصلوا للرياضة ووصلوا للمنتخبات من خلال الرياضة المدرسية. بدايتي كانت مع
الله يعطيه الصحة والعافية الأستاذ محمد البراكة في المدرسة الابتدائية. كلية علوم الرياضة والنشاط البدني تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير البيئة المناسبة لنهضة علمية ومعرفية ستسهم بإذن الله في النهوض بالرياضة في المملكة. لبرنامج أخبار المملكة، أحمد العبد الكريم، الرياض. نتابع بعد الفاصل. سفراء وطن أضوى الدخيل تضيء طريق ابتعاثها بالإبداع والتميز. أهلا بكم. من أجل المحافظة على فكر أبنائنا وتحسين عقولهم من الفكر المتطرف، أطلقت مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية بمحافظة صبية مشروعها الوطني الأول تحت عنوان حماية فكر الأبناء، أمن وأمان للأوطان. عبد العزيز الريثي والتفاصيل. تعتبر المؤسسات التربوية من الجهات المعنية بحماية أمن الأوطان، وهو ما نفذته متوسطة وثانوية الحسينية في صبية بتخصيص يوم لإقامة مشروع بعنوان حماية فكر الأبناء، أمن وأمان للأوطان. يجب على المعلم والداعية وإمام المسجد والخطيب والقاضي وطلاب العلم وأصحاب التربية والتعليم على أن يهبوا لمحاربة هذا الفكر حتى يحصنوا أبناءنا وأفكارهم من هذا الفكر الخطير وأن يؤصلهم تأصيلا شرعيا. يهدف البرنامج إلى تنشئة وصقل شخصية الطالب ومساعدة الطلاب على استيعاب المفاهيم والأفكار البعيدة عن الانحراف والتطرف. هذا المشروع هدفه السامي الأصل هو يعني حماية أفكار الطلاب من ما يهددهم من أفكار قاتلة ومن مناهج منحرفة ومن شبه تضلل عليهم الطريق. لم تعد مهمة المؤسسات التعليمية مقتصرة في تعليم القراءة والكتابة، بل شملت مشاركة الأسرة والمؤسسات الاجتماعية في ترجمة السلوك إلى واقع ملموس. لبرنامج أخبار المملكة، عبد العزيز الريثي، جازان. سعيا في التخفيف عن المواطنين وعدم تكبدهم مشقة السفر، عن الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم استقباله لجموع المهليين المبايعين من أبناء المنطقة بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأحد المقبل في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة. ينفذ مكتب رعاية الشباب بمنطقة نجران مجموعة من البرامج تنمية الحس الوطني، وكانت البداية بأمسية شعرية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وتفاعلا من المجتمع. زميل سلطان دغمان والتفاصيل. أطلق مكتب رعاية الشباب بمنطقة نجران حزمة من البرامج المجتمعية التي تعزز الحس الوطني لدى الشباب، وقد كانت باكورة هذه البرامج أمسية شعرية للشاعرين محمد المري ومحمد الشرمان والمنشد عبد العزيز اليامي الذين تغنوا بالوطن تحت عنوان نفديك يا وطني. أمسية بكل أمانة كانت ممتعة جدا جدا وثرية بالشعراء اللي كانوا موجودين معنا. قدمت من الفولكلور النجراني شلات من الموروث الشعبي وعدة مشاركات، تفاعل الجمهور الحمد لله يا رب، وهذا غير مستغرب على جمهور نجران. يواصل مكتب رعاية الشباب بنجران فعالياته في الأيام القادمة من خلال العديد من البرامج الفنية والرياضية التي تنمي إحساس الشباب تجاه الوطن. القصائد تنوعت ما بين الشيلات وما بين القصائد الوطنية، وكان الجمهور يعني متفاعل جدا مع القصائد الوطنية والشيلات. مشاركتنا اليوم كانت عبارة عن أمسية للوطن ولحب الوطن وللولاء للوطن، وهذا أقل ما نقدمه كشعراء وجنود لهذا الوطن المعطاء. لأخبار المملكة، سلطان دغمان، نجران. سفراء وطن، مساحة نخصصها لتسليط الضوء على الطلاب المبتعثين المتميزين. قصتنا اليوم لشابة مبتعثة
حصدت الجوائز العالمية واستطاعت أن تغرس اسمها بين قوائم الموهوبين. نتعرف على أضواء الدخيل لتقرير التالي. عندما تستمع لهذه الألحان للمرة الأولى ستجد نفسك أسيراً لها، فالشيء الوحيد الذي تستطيع فعله في هذه اللحظة إعادة الاستماع إليها لمرات ومرات. لكن هل خطر ببالك ذات يوم أن تتمعن بتلك الفتاة التي صنعت بأناملها المعجزات، وأن تحدق جيداً كيف تنتقل بخفة ورشاقة بين أوتار الجيتار الذي احتضنته منذ نعومة أظافرها؟ إنها المبتعثة السعودية أضوى الدخيل، ابنة 23 ربيعاً، قررت ذات يوم أن لا تعيش في جلباب أبيها وأن تتمرد على بضع من العادات والتقاليد التي تقف في طريقها لتصل إلى أحلامها وطموحاتها. تفوقت حتى نجحت، وحصدت حتى أثمرت، لتكسب العديد من الجوائز العالمية لسنوات متتالية. قد لا تجد مسمى واضح لتنعت به أضواء، فهي تجمع ما بين الشعر والتأليف والتلحين والكتابة والعزف. أضواء تضيء بطريقها أحلام كثيرة لا تعرف اليأس، فهي مثال يحتذى به ونشان يوضع على جبين كل مبتعث يبحث عن النجاح والإبداع. لبرنامج أخبار المملكة، حنا خندقشي. عناوين تهمك نتابعها. شملت حركة النقل الإلكترونية الأولى لهذا العام الذي أصدرتها وكالة التخطيط وتنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة 2915 موظفاً في عدد المتقدمين، والبالغ عددهم 6698 متقدماً في مختلف الفئات الوظيفية بالوزارة شملت على الوظائف المتاحة. فتحت القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجلوس سجلاً لمبايعة الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمواطنين السعوديين الموجودين في الولايات الغربية في أمريكا. نظمت الهيئة العامة لتحفيظ القرآن الكريم مساء اليوم مسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم السادسة على مستوى المملكة على جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز رحمه الله السنوية بمحافظة جدة. وافق المجلس الاقتصادي على رؤية ولي العهد وزير الدفاع رئيس المجلس الاقتصادي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة أرامكو، وقد عرض سموه رؤيته المفصلة حول إعادة هيكلة أرامكو على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتولى رئاسته. انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان الرياضات البحرية تحدي ومتعة الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية على الواجهة البحرية لشاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ويستمر على مدى 8 أيام بأكثر من 20 لعبة مائية. ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟ نتعرف من خلال هذا التقرير. حدث في مثل هذا اليوم من عام 2014، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والاستاد الرياضي التابع لها والملقب بالجوهرة المشعة، وسجل كيوم تاريخي للرياضة والرياضيين. أخبار الرياضة، اللاعبين والملاعب في هذه الدقائق. فاز أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط أنباء تتردد عن إمكانية تقديم عيد لاستقالته رسميا من رئاسة اتحاد الكرة.
فاز فريق النصر على مضيفه نجران مساء أمس 4 أهداف مقابل 2 في آخر لقاءات دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. يستضيف الشباب نظيره التعاون اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث يدخل الشباب هذه المواجهة من أجل المحافظة على لقبه والاستمرار في البطولة، بينما يستقبل الفيصلي نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة. اجتاز طاقم الحكام السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم للشباب اختبارات اللياقة البدنية، ويضم هذا الطاقم الدوليان فهد المرداسي وعبد الله الشلوي. احتشدت يوم أمس جماهير نادي الهلال في مطار الملك خالد بالرياض، وذلك لاستقبال قائد الفريق الأول لكرة القدم ياسر القحطاني قادما من ألمانيا بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي. يهدر العالم أكثر من 1 مليار طن من الأطعمة في صناديق القمامة سنوية، وتقدر الخسائر المالية ب 750 مليار دولار. اليوم أراد مجموعة من الشباب المتطوعين في المملكة العمل على وقف هذا الهدر عبر إطلاق وسم كفاية هدر. فريق أخبار المملكة رصد تفاعل المبردين مع هذه الحملة، نتابع. من أجل تصحيح بعض العادات الغذائية الخاطئة وترشيد ثقافة الاستهلاك بالطعام، يحاول بنك الطعام بالمملكة أن يعمم أهدافه على المواطنين والمقيمين وعبر رواد شبكات التواصل الاجتماعي بإطلاق حملة كفاية هدر. الحملة التي شملت جميع مناطق المملكة تستقبل زائد الطعام لك وتعمل على تغليفه وترتيبه، فما عليك سوى الاتصال بهم قبل 48 ساعة من المناسبة ليحضروا إليك، سواء أكانت المناسبة خاصة بالسيدات أو الرجال. هذه الحملة لاقت استحسان مغردي موقع تويتر الذين غردوا من أجل المحافظة على الطعام وعدم هدره، والبعض منهم قرر أن يذهبوا للتطوع بالعمل مع الحملة. توقعات حالة الطقس ليوم الأحد. نهاية أخبار المملكة، قد نلتقي، إلى اللقاء.